سلام يا الول، اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام. الليلة ان احنا عندنا موضوع تاني دارين نونس فوقه. بتاع شنو؟ دارين نونس موضوع تا مرض تا اتش اي في. يعني شنو تقول في 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 ده؟ شنو في ده؟ انت ما سمعت مرض تا اتش اي في؟ ايان البطالة. كيف يعني تقول لك ايان بطالة؟ في ايان سمن، في ايان فوق السكر، ما ايان كله كاب. تقول لك ايان البطالة كيف يعني؟ ما تودع انت ما عايش في جنوب ولا شنو؟ انت بتسمع لما الناس بيقولوا زو فلان عنده عيان البطالة؟ انت ما تلب، قلت لك ما في عيان سمع، كله عيان ده بطال. خلاص هو كان سمع كان بيقولوا كده. طيب لو سيدا عيان تلو سيدا، انت جبت الحاجات ده من وين؟ دي حاجات عندنا في جنوب. انت ما عارف لو سيدا كمان ده شنو؟ انت يا فنان عن توماس، انت ما تجيب لي تلقت لي حاجات بسواهيلي وبعدين تيجي تقول لي، انت اقول لك اجات بالعربي، انت ما اقول لك اجات بلغه بتاع ناس ثاني. يعني انت ما سمعت بالوسيطه. طيب اتش اي في كمان انت ما عارف. نقول لك شنو؟ طيب مرض ايدز. اقول لك كده انت سمعت بقيت الناس الرجال بيجيبوا ده، انا بعرفه هاي. وده الرجال يا قاعدين مرض ده؟ وده الناس من يابا يجيبوا مع ده الرجال هم يابا لبلب لبلب كده يتعكروا من بيجيب للناس اجات دي. يا اخي مرض ده قال لي حيوانات يا جابوا في البدايه، قال لي طلع ما معروف، طلع من قرود، طلع من نتيجه لتفاعل كيميائي في واحد من معامل، والنتيجه ل وات ايفر. المهم عيان ده رجال بتاع الدكاتره ده عشان انت فاهم حاجه، ما لو اقول لك حيوانين جابوا نام وعايشين مع حيوانين من زمان، من ناس جديد كل مره عايشين مع حيوانين معلوم ولا ما عندهم حاجات دي. دي حاجات الاكبر سايد يا رجال يا جابوا. خلاص كويس يا سيدي، عيان ده لو منو جابوا ولا منو ما جابوا ده ما مهم. المهم انه عيان ده عندنا في جنوب بالذات بقى قاعد يمشي بسرعه رهيبه. عندنا بعض ولايات هناك في استوائيه نسبه توصل قريب ل 95% تا مرض دي. يعني مرض ده قاعد ينتشر دبل، واحد في اثنين في اربعه في ثمانيه وماشي، يعني قاعد ينتشر بسرعه رهيبه. فياو انا درون يعني هو ايتا ليلا راجل ومرا بيروح اثنين ديل بينشروا بيكون أربعة، أربعة ده بيكون ثمانية، ثمانية ده بيكون 16 زين. شنو بخليهم يعمل زين؟ لو أنت بقول لك راجل ومرة بس اثنين يا أبو عمل الحاجات دي، أنا بخليه يطلع برا شنو؟ ما أنت الراجل بشوف بيت بلغنا كده يشوف قال يا سلام ده بن منو يا كده وريني وبص على أخوه. أنت ما تصبر، أنت عندك مرة في البيت بتاعك، أنت شنو بخليه تعالي للناس بتاع ناس ثانيين؟ ناس اللي عندهم حاجات دي بلما بخافوا ما تشوف الله ده ساكت، في مشكلة في مين ده؟ في مشكلة كبيرة. يعني زر الكلام ده زر اللي عندي وعيان ده؟ اوف كورس ده زر عيان ما تشوف زر بتاع زر بلما بمشي في اي حاجة بجي تاني، انت مشيت بشهر انت رجع تاني شنو بشهر ما تمشي بشهر تاني. ما لكن ما كمان مشكلة دي ما قاعد يجي كمان بنسوان ورجال بس، في حاجات تانيين تاني بيسبب برضه مرض ده. انت بقول لك زي شنو يعني؟ ما في حاجات تانيين بسبب الكلام ده الا بس عشان الرجال بتاع لقلق عيون بتاعهم قاعد يطير. ويوم بتاع ما قاعد يسبب في ميل واحد، لو من بسبب في مال واحد العيان ده ما بيمشي للناس. يا الويل العيان ده بيمشي كان قلت لك دم بغلط، عيان ده بيجيك كان انت مشيت بديكير بين ستا بديكير القارين يقطعوا ظفر ده الزي حديد ده دخل في جسمك وزول كان عنده ايدز عمله بيمشي. انت ما عارف حاجه، ما تلقبت كلام ساكت. موس العيان ده يقول لك بديكير ولا عيان دي زمان كان في، انت ما تلقبت عيان ساكت في الزمن العديس. انا بتكلم الكلام دي من زمان، من انت لسه ما جبت حاجات بتاع بديكار بالكلام ده. خلاص موس اللي قطع موري موس بيحلقوه ليه؟ ما حواجب راح حلقوه ما حواجب تزول تاني. ده منو قال يعمل الواجب بتاعه بموس هسه في مين؟ ايتكم معظم كل سودانيين بتعملوا حواجب بموس. قال فيني ايتكم ما كان تستحملوا ملقط مقعد شنو؟ ملقط اللي لقطوه مو حواجب دي. انت يا فنان انتوا انت ما تجيب لها حاجات بتاع ناس ثانيين نانو ما فايبين، كلمني في ميل نانو ساكنين فوقه. ما خلاص هسه ده هسه ده في بنات قال نشيل حواجب بموس. موس ده بيرشيل له حواجب تاكي مو وورا بيشيل حواجب مازول ثاني عنده ايدز، بيرشيل له حواجب مازول ثاني فمرض بينتشر بطريقه زي كده. انا قلتها نصا ما خلاص انت ما عارف انت لو حرقوا له زول ثاني جه حرقوا له ما خلاص مرض ده جا له. وجاب كده انا قلتها وانت كان ما قلتها ما انت عندي مرض ده ولو انا عندي فوق حاجه ما انت كان عندك. انا قاعد نتكلم على الطاقه ده، انت عندك مرض ده انت المفروض طب اعمل شنو؟ انت تدوسه؟ يعني انت نقول شنو يعني؟ نقول الناس كلها عندي هيرس عشان الناس تجرب مني ويا خليني هفل. ما في ظل بيجري منك، ما في ظل بيجري منك. ناس بجرب كله بخليهم في جوا هذا بقول لك يا هذول يا عيال عنده هيرس، انا زاد الوين ناس لو شفت زول عنده هيرس انا بجرب. لا كده غلط، كده غلط يا الولد. احنا المفروض زول عنده ايدز زيه زي اي مرض ثاني، زول ما يجري منه. انت
انا ما بجري يعني ما بالضروره قال زول كان عنده ايدز احنا نجري منه نخاف منه لا هو زول زينا هو اخوي ولا هو اي حد فينا ليه ناس بيجروا منه طب يا ناس انا غلطان انت غلطان جدا تفكيرتك ده غلط كيف يعني تقول لك انا دولة خايف ولا قلق ولا انت متخلفه اذا لا انت ما اقول لك لا لا الدولة لازم شنو يا حفص وانا قد نحفص الدولة لو حيان انا ما بدي جنبه لا لا, لا 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 ما انا اقدر اقول الناس ما عارفين شنو انت بتحافظ عليه لكن الناس ما عارفين انه زولت ايرس ان شاء الله لو قعدت جنبه مرض ما بيجي زولت ايرس لو قعدت تتونس معاه وتخرج معاه وتعيش معاه عادي زي اي زول مرض ما بيجي مرض ده عنده حاجات معينه انا كنت بكلم كلام بتاع ناس مثقفين وناس بتاع دكاتره وناس قارين لكن نانو الناس اللي فاهمين الحاجات دي والحاجات دي حصلت في قدامنا نانو بنعرف نتصرف معاه كيف هتتصرف معاه نانو عندنا نتصرف كاس الدول عنده حاجه ده ناس يبعد منه يخليه زي ده بس لا 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 اجاوي يا فتشو في زول جابه لا يا فو ما فتشو يا اخو يا فتشو كيف يا ابو لك قالوا ما فتشو هو الغاوي قالوا في جنى صغير بيلوم بطن امه عنده ايدز كيف يعني يا فنان دويت قاعده تعك ساقه دي ما لا لا قاعد يا لك اكل الكلام حقيقه يا اخي جنى في بطن امه بلغا كيف يا جنى كان جنى نقر يا ابو شموس يا الوين يا الوين بلغا كيف انت ما سمعت عيال صغار انهم ايدز يا بنانا انت بس يا ما تعمل لك يا عليك الكلام كلام حقيقه والله بجد عيال صغار بالدوم من بطن امه منهم ايدز دليل يعني؟ على انه عيال ديل امه كان عنده ايدز او دليل على انه عيال ديل يعني اخذوا ايدز من امه ما هو رسم من امه يا جماعه طيب هو ذنبه شنو؟ هو كان قاعد يلف غلط؟ هو رسم من امه هو كان قاعد يلف غلط؟ ما عشان كده انا قاعد نسالك هو رسم من امه عشان امه عنده عشان كده هو عنده لكن تقول لك انا ما جاوب بس ما برضه ما انت ما اقول لك لا عشان امه يده ولا عشان ابوي ما كمان ده ودوه بهيتس ما كمان ما كمان جا له عن طريق تنقل دم يعني عن طريق تدمر في 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 جسم ده امه تو وامه تو ده يمكن وملف غلط امه ده يمكن جا له كمان عن طريق تنقل دم ولا اي طريقه ثانيه من البيجي للناس الاهم حاجه انه اي زول ما يخاف اي زول خليه يمشي يكشف اي زول كلنا معرضين لمرض ده عشان كده كلنا حتى انت يا الويل ولا غيرك لازم الناس كله يمشي تشوف ما عيب انه زول يكون انه مرض يدسه انا بقول لك كلام يعني متحسفين جدا يعني انا كان ما فاهم الموضوع فبعدين انا فهمته وبعدين شنو يعني اي دول اللي حيت انا همشي عشان شنو نقعد جنبه ونكلم معه ونفرعه عشان شنو نقول لك ليله انت بكره وشنو يعني انت بكون كويس سليم زال ويل كده فانا كمان شنو بقول لك للناس يعني انتوا يعني انا كان في الاول انا متحسف انا كان ما فاهم لكن ناس انا فهمته وبعدين شنو انا بقول لك للناس يعني لو سمعتوا لو سمعتوا يعني دول لو عنده مرض بتاع اي تي في انت بقول له كلمت شنو الناس كله يقف جنبه عشان شنو الدول ده شنو يكون يعني معين هو زينا يعني عملوا معامله عادي لكن ما زول بقابيا لا زول يخاف ليه؟ يا اخي ما في كوب شويه قد زول بقول يا دول خلاص ما تبين له ما تبين له ما تحسس انه المشكله انا يا خايف انا زانو يا خايف لا 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 ما انت يا الويل لو انت بطريقتك زي ليه؟ يعني الناس كلهم حتبقى زيك انت ما لما عرفت الصح شنو انت تكلم الناس يا جماعه ما تجروا من زول زول ده زيي وزيك ليه انا في دول افريقيا ولا في بلد ثانيه الناس جايه من زول اللي عنده عيان زي وناس يعني هو اصلا عيان يلا اننا نزيد نفسياته زياده ده كلام حقيقي انا كان اشوف وناس بيدسوا عيان زول اللي عنده عيان بيدسوا كانوا حاجه بطل ليه بيدسوا؟ خلاص كويس يا فنانه قال عنده تي بي بيدسوا تي بي ده ما جوح ما مرض عادي تاخد له علاج تطلع كويس ولا شنو؟ ده حقيقه شنو هي حقيقه؟ انا فهمت يعني حقيقه دول ما يدوس المرض وبعدين يتكلم عشان الناس يعرفوا دول ده عيان ودوم تجربه عشان الدكتور يعالجه وشنو عشان يكون كويس بسرعه فانا سمعت كلام ده وبعدين لانه كل الناس يعني اخواني واخواتي يعني شنو دول لو عنده كلام ده ولا ابوي ولا امي ولا خالي ولا احد بتاعي يعني الناس كله جنوبين في جوا ولا في اي مكان في مين انا اقول لك لو انت عندك مرض اسمع كلام بتاع الويل وهاندوماس امشي للدكتور وكلمته واشوف العجاب وما في مشكله ان شاء الله نعمل ما نخاف
ان شاء الله نانو ما نكاف زي ما حرب بقول ان شاء الله نانو بوليك هلولي ان شاء الله نانو ما نكاف نجيب جنبك ما تشيلها وعي وفي ايدين تناس يوقفوا انتشار المرض يعني في ايدين تناس انه الناس يستعملوا حاجات الوقائيه ويشان المرض ما بيجي لهم صح؟ لا اوكي باي شكرا